طبعا حضراتكم عارفين ان البرنامج له بعد اجتماعي، زي ما له بعد انساني له بعد اجتماعي. اصلاح ما فسد من علاقات بين اطراف الاسره، خصوصا ان الاسره لما بيحصل الطلاق بين الزوج والزوجه اركان البيت كله بيتهد، والضحيه بيكون دايما الابناء. وحتى البيت نفسه في حد ذاته، الاسره بانسانيتها، بعلاقه الزوج بالزوجه، علاقه من اهم العلاقات واقوى العلاقات الانسانيه. جت لي رساله من السيده هانم صالح، تحكي فيه عن كثره المشاكل مع زوجها الاستاذ احمد محمد. يبدو ان الخلافات بينهم كانت كبيره، وصلت الى حد الطلاق، لدرجة ان هو سايب البيت بقاله 3 شهور ما تعرفش عنه حاجة. وطول الوقت بتحكي انها هي قايمة بدور الام والاب، نفسي الاقي حل، ارجوك ساعدني. هي موجودة معنا النهاردة، اهلا بيك يا مدام. اهلا بك استاذ. احكي لي الحكاية. اكترية المشكلة بتاعتنا الشغل، وقاعد على طول وانا اللي بكافح لوحدي مع العيال، مفيش حد معايا، لكن انا اللي جبتهم لوحدي. مصاريف اولا احكي لي، انتوا اتجوزتوا ازاي؟ بقالكم كام سنه متجوزين؟ بقالنا 21 سنه. 21 سنه؟ اتجوزت 16 سنه. اتجوزت 16 سنه؟ اتجوزت عن حب؟ لا، ده هو عشان قريبي القرايب يعني. يقرب لك ايه؟ ابن عمي. كمان ابن عمك؟ بس بيقولوا دايما العشره بتجيب الحب يعني. وبعدين بس الواحد شاف بلاوي. طب امتى ابتدت الخلافات بينكم؟ من ساعه اخر بيت جبتها، والمشاكل زادت بقى، والمصاريف انتوا عندكم اولاد قد ايه؟ 3. مين ومين ومين؟ معايا ولد وبنتين. عندهم قد ايه؟ الولد ده 17 والبنت 16 والصغيره 11. دول عرايس ما شاء الله كلهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ مفيش، لقيت بقى الحبل كله عليا انا، قاعد بالشغل ما بشتغلش، ولقيت نفسي انا شايله المسؤوليه. بتعملي ايه؟ انزل اشتغل. اشتغلي في المنازل يعني. واروح هنا واروح هنا ومش لاقي حل. انتوا منين اساسا؟ من المطريه. طول الفتره دي انت اللي بتصرفي؟ اهو. طيب ما حاولتوش تحلوا الخلافات اللي بينكم دي؟ لا، اجي اكلمه يسيبني ويمشي. لو جيت فتحته في اي موضوع يسيبني ويمشي، بس يفضل بالشهرين بالثلاثه الاقي حد عرف مثلا من قرايب من حد يقول لا كده غلط، انتوا معاكوا عيال كبيره كده غلط، يروحوا جايبينه ويصلحونا تاني، يرجع نفس النظام هو هو، ولا في شغل ولا في مصاريف، رامي الحمل عليا انا. انت بتفتكر هو يعني ليه ما بيشتغلش؟ بيقول لك الحال واقف. هو كان بيشتغل ايه اساسا؟ نجار موبيليا. وانا من ساعه ما تعبت وانا مش قادره، من ساعه ما عييت. انت عييتي بايه؟ جالي الضغط بيعلى عندي، وكسور في القلب، ودهون على الكبد، وجالي دلوقتي الفيروس، ما بقتش قادره اقاوم زي الاول، ما بقتش قادره اقاوم على الشغل. هو ساب البيت بقاله قد ايه؟ حوالي 3 شهور دلوقتي. ما بيسألش عن الأولاد؟ لا، مجرد ما أقول له بس عايزة مصاريف، علينا دروس، علينا حاجة، أبص ألاقيه راح أنا سايبها وماشي، ويغب بعده ويمشي. في الفترة دي ما فيش اتصال بينك ولا حاجة؟ لا، ما فيش إلا العيال ممكن يشوفوه بس، ويجوا يقولوا لي بس. بيخرجوا معاه مثلا؟ لا، بيشوفوه صدفة، واقف في حته في شارع وبيجوا يقولوا لي. كان مين بيتدخل بينكم عشان يحل المشاكل؟ ساعات اخويا يجي، ساعات خالتي. مره وصلت عمل خناقه يعني معايا، وخالتي اتحشرت، كان هيولع فينا كلنا، قال لك انا معاكم بالمره كلنا نموت. عايز اسالك سؤال، انت لسه بتحبيه؟ انا مش قصه حب، انا عشان خاطر العيال بس. يعني هل عندك استعداد ان كنتوا
تحاولوا تاني تتصالحوا مع بعض تاني وتحاولوا تاني؟ هنرجع نفس النظام تاني، فمش عارفة يعني. عشان البيت ما يتهدش، عشان خاطر الولاد. أنا عشان خاطر العيال بعمل بقالي سنين بقى كافة عشانه. أنا عايزاه إيده بإيد، أنا ما بقاش أنا لوحدي في البيت. يمكن هو يمكن ظروفه صعبة، ويمكن المرور ظروف الشغل ممكن يكون فعلا مش لاقي شغل وكده، يعني يمكن كان محتاج حد يقف جنبه برضه. مش عارفة، احنا كتير تعبنا معي، تعبنا وما فيش حد، ولا أقول لك أخويا ولا أقول حد، فيش اللي هي خالت الست الكبيرة دي، هي اللي بتقف معايا بقى، تلاقيني في شدة أبص لها جايالي، ترن عليا تقول لي بعتلي الواد، بعتلي حد، تبعت اللي مثلا اللي فيه نصيب معايا ويجيلي، هي دي اللي واقفه معايا. حد تاني ما بلاقيش حد. والعيل دلوقتي مصاريفه يعني كترت، العيل اللي في اولى ثانوي وده بياخد فلوس ياما عشان مصاريفه، مش سد عليه. تعبت يعني. دلوقتي لو احنا سالتك انت عندك استعداد تتصالحي معاه هتقولي لي ايه؟ اقول لك اللي انت شايفه، عشان انا جايه ان انت تنجدني بالموضوع ده. يعني كل انسان فينا ممكن يبدا صفحه جديده في حياته. ما احنا بدانا كتير وترجع تاني. الله اعلم، يمكن المره دي بقت تصيب. كله على ربنا. وبعدين 21 سنه دي عشره ما تهونش يعني، ولا ايه؟ هعمل ايه؟ تعبت. شكلك بتحبيه والله. والله تعبت. بس شكلك بتحبيه. انا عشان خاطر العيال بس، ما يبقوش هو في ناحيه والعيال في ناحيه، هما اللي بيتظلموا. يعني مش في كان ايام حلوه قبل ما تيجي العيال؟ ها، قبل ما تيجي العيال. طيب نفتكر الايام الحلوه وننسى الايام الوحشه. اللي انت شايفه برضو، وانا يعني انت قلت هتنجدني لما شفتك في التلفزيون، قلت هتنجدني. استاذ احمد. ايوه اتفضل يا استاذ. ازيك؟ تمام. ازيك يا استاذ؟ اشكرك انك انت جيت. سلم عليها بقى. تحكي لي الحكايه ايه بقى؟ انا تعمدت الحقيقه ان انا اجيبك بعد ما سمعت المشكله، وانا اسف ان انا عملت كده، بس انا بعمل ده في الخير والله، ما عنديش اي نوايا ثانيه غير كده. احكي لي اللي حصل. ليه ما بتصرفش على الولاد؟ وليه ما سايبه تشتغل لوحدها وتشيل هي المسؤوليه؟ ظروف الشغل بس. الشغل معانا واقف. بس انت راجل البيت وانت اللي تحمل المسؤوليه. مش دي حاجة تقولها؟ أنا غصب عني وهي ظروف الشغل. ولا أنت حاسس إنك أنت غلطان؟ حاسس إنك أنت غلطان؟ لا مش غلطان، هو ظروف شغل الشغل بس. أنا طول عمري شغال، بس هي أنت برضه ما تسيبهاش هي تتحمل المسؤولية لوحدها وتشيل البيت، يعني برضه ده مش دورها. العيال ذنبها إيه؟ بلاش أنا العيال. هما العيال اللي بيبقى مظلومين في الموضوع ده كله. يعني ما قعدتش ليها سمعاها وكلمت معاها وقلت لها ظروفك ايه عشان تحلها سوا؟ تتكلمش ليه؟ في ندمان غلطان؟ انا مش ندمان ولا غلطان بقى، انا بقول لك ظروف شغلي. هو اللي حالي واقف من ظروف شغلي، المجال بتاعي وقف. ما لو وقف النهارده بكره هيبقى احسن اكيد، مش هيبقى واقف على طول. بقالنا بتاع 3 سنة ديت، داخلين في 3 سنين. يعني انت كنت بتعمل ايه في الوقت اللي فات ده؟ انا كنت شغال نجار. وبعدين؟ نجار انتريهات.
الشغل وقف، معظم ورش وقفلت. طب كنت ممكن تغير المجال بتاعك تشتغل حاجه تانيه؟ انا ما اعرفش اعمل حاجه الا مجالي. ما هو برضه ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ماشي، انا لو في شغل قدامي بقى هروح، بس في مجالي. بس برضه بيني وبينك ما ينفعش ان هي تشتغل هي لوحدها وتاخد المسؤوليه لوحدها وتربي الولاد وتصرف عليهم، ما برضه ده برضه ما يرضيش ربنا. بقول لك ايه؟ اعترف انك انت غلطان. انا غلطان. قوم بص راسك. هتسامحك صدقني، دي ست انا عارف. وعندي صفحه جديده، دي ست طيبه. عشرة عمر يعني، وشايله العشره. وصيناها. يلا قوم. يلا قوم بص راسك. خلاص ما فيش حاجه. لا ما فيش حاجه خلاص، هو بس الخدمه اللي تعملها تشوف هو وضعه ايه، عايز ايه يشتغل ولا هيعمل ايه هو. طب احنا عايزين اولا يعني قبل ما نتكلم في موضوع الشغل عايزين نتصفى. انت تصفيتي اللي انت شايف. لا اللي انت شايف عشان خاطرك انت، عشان خاطر الولاد وعشان خاطر البيت وعشان خاطر العيلة وعشان خاطر حضرتك هتحلها ان شاء الله. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني يا صينا العشة ولسه بتتكلم، وانت اكيد كنت سامع الكلام. ايوه ست امير، مش عايزين بقى يحصل مشاكل تانية؟ لا سهل. وبعدين مشكلة الشغل نحلها لك. ماشي، ليك مشروع عندنا نعمله لك. خلاص ماشي يا استاذ، مالكش حاجة. هعمل لك مشروع كويس من واحد من الناس، تكسب منه وتشتغل فيه وتصرف على بيتك. ربنا يكرمك وتصلح بقى كل الغلط اللي عملته قبل كده ان شاء الله. تستلم على طول المشروع ان شاء الله. ان شاء الله. ولو زعلتها تاني هاخد منك المشروع. انت فاهمين يا استاذ. أنا اللي يهمني إن البيت يرجع تاني زي ما كان، ويهمني إن الأولاد ما يشوفوش المشاكل دي تاني. الفرحة ترجع حتى للعيال، ده أنا عند البيت الكبيرة يعني ما من كتر الزعل ما بتنزلش، على طول تبقى قاعدة. لا ربنا ما يجيب زعل. من كتر النكد ما تقدرش تنزل. لا ربنا لا يجيب زعل ولا يجيب نكد، ولا حد يضرب حد، ولا حد يمد إيده على حد، ولا حد يولع في حد. وبعدين أنتوا جيتوا كل واحد لوحده، إن شاء الله تمشوا الاثنين مع بعض بإذن الله. هيرجع البيت النهارده؟ اللي تشوفه حضرتك واللي يشوف. يعني هتعشيه النهارده لما يروح البيت؟ يعني هتعشيه عشاء كويسة؟ تعشى. تعشى. مبروك. وإن شاء الله إحنا يعني فيما يخص موضوع شغلك إحنا هنعمل لك المشروع زي ما قلت، وإن شاء الله الأمور تمشي كويس إن شاء الله. وبيمشي بضمير خالص. وقدام حضرتك اهو وقدام ربنا يمشي بضمير خالص معانا. بس اذا في اي حاجه حصلت بلغيني. ماشي، نقرا الفاتحه على كده. نقرا الفاتحه. بسم الله الحمد لله رب العالمين. ربنا يدي منكم معروف ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا انك انت يعني انت سامحة، وانا واثق ان هو مش هيكرر اللي حصل تاني. انا عشان خاطر العيال انه هيتغير، وطالما اعترف انه غلط يبقى هيتغير. مظبوط يا احمد؟ ماشي يا استاذ، على بركة الله. ان شاء الله يسلموك المشروع باذن الله على طول بكرة. تبدأ بقى كده تشوف شغلك، وربنا يكتب لك الخير ان شاء الله. شكرا. وتخلي بالك على مراتك واولادك. ماشي، كلميه بقى قولي له حاجه وانت قول لها حاجه بقى. بصوا لبعض بقى، انتوا قاعدين تبصوا لي انتوا الاثنين. مفيش حاجه. طب بص لها قول لها حاجه بقى. والله ما في حاجه. ها؟ ده كفايه بس انت اللي احنا جينا شفناك والله. الله يكرمك، الله يخليك. مش عايز تقول لها حاجه؟ لا ايه؟ ها؟ دي بتقول لي زمان كان في كلام كتير بيتقال. زمان. يعني برضو لازم الراجل دايما يعامل مراته يعني
بلطف. ويا ريت انها بتحبك. انت بتحبها؟ ايوه بتحبها؟ طبعا. ربنا يدين بينكم العشره معروفه ان شاء الله والموده بينكم ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني وان شاء الله الامور تتحسن كتير، تروحوا مع بعض باذن الله، ايديكم بايدين بعض وربنا يكرمكم ان شاء الله ويرزقكم الخير كله ان شاء الله. وانا بشكركم انتوا الاثنين ان كنتم استجبتم لدعوتي وان كنتوا رجعنا من بين المجاريح. الحمد لله. بركه ربنا فيك. نورتيني. ده نورك انت يا استاذ. شرفتيني. شكرا جدا. الله يخليك. نورت يا حبيبي.